المسرح الرومان اوديو خلاص، او البيزنطاين بلاتيريو او البيزنطاين ستادي هول خلاص. اول حاجه هتقابلنا واحده بس انت تعالى كل كده خلاص. عندنا موزايك بيفمنتس، ارضيتين من الفسيفساء على اليمين وعلى الشمال واحنا داخلين. ويقال ان ارضيتين الفسيفساء دول كانوا بيستخدموا كريسبشن هول، كصاله كده لاستقبال الزوار اول ما بيدخلوا خلاص. دي اول حاجه طبعا غنيه عن التعريف، ان قصه الفسيفساء او استخدام الفسيفساء للارضيات والحوائط، الارضيات بالذات كانت من سمات العماره الرومانيه، كانوا مولعين بقصه الفسيفساء وليها بروسيجرز كتير جدا ولهم انواع كتير جدا وزخرفه خاصه بيهم. انتشرت القصه دي في كل انحاء العالم الروماني، خصوصا مثلا منطقه ليبيا ومصر وروما نفسها طبعا. فيعني قصه الفسيفساء ما عندهم من اهم الفنون اللي كانوا بيستخدموها. بعد كده هنلاقي التو كولومز اللي احنا اتكلمنا عنهم شايفينهم. اول واحد، ويقال ان التو كولومز دول او القاعدتين العمود، احنا قلنا ان اي عمود يتكون من ايه؟ قاعده. القاعدتين دول يقال ان هما كان بيتحط فوقيهم تمثالين للامبراطور والامبراطوره، ده احد الاراء. على اي حال احنا عندنا هنا في القاعده الاولانيه زي ما بنشوف كده كتابات كوفيه، هنشوفها مع بعض، بتتمنى الرحمه لبعض الاشخاص المتوفين. تمام. وعلى الناحيه الثانيه على كده قربت، بقلاده بترتدي القلاده وفيها كروس، وناحيه هنا شكل شخص هو راكب شاريوت خلاص. فعشان كده حتى في ناس قالت لك ان كان في هنا سباق للشاريوتس وقصص. تمام. طبعا ادي اهوت احد تيجان الاعمده اللي عليها شكل الكروس، واللي بيتنا يعني بعض الاسامبشن ان المكان قد يكون يستخدم في العصر البيزنطي كاحد المباني الاوفيشال او الرسميه. بعد كده عندنا ايه؟ تعالوا كده اشكال ال 60 ستابس اللي احنا بنقول عليها، اللي هي عباره عن الستابس المختلفه، الصفوف اللي كانت بتستخدم من قبل الاودينس، كلها مصنوعه من الرخام. ولو لاحظنا ان في بعض الاجزاء هنلاقي بعض اللترز اليوناني لكنها مش مرتبه، وده ادى السكولر هنت ان المكان اعيد بناؤه بعد فتره الزلزال في اواخر العصر الروماني وبدايه العصر البيزنطي. ده اول حاجه. تاني حاجه ان اخر بنش عندنا شايفينه خلاص مصنوع من الريد جرانايت مش من الماربل، لان الريد جرانايت اكثر تحملا، حتى يتحمل ضغط الماربل اللي ايه اللي فيه، خوفا ان الماربل اخر بنش خالص يحصل فيه حاجه، فقال لك لا نستخدم حجر اقوى واصلب فاستخدموا الريد جرانايت. طبعا في ستير كيسز الناحيه دي، ومن الناحيه ديت كانت بتستخدم اكتر للناس تقعد، الممثلين يطلعوا فوق وهكذا، او يعني الناس اللي هم بيلعبوا بقى واتيفر حاجه مثلا اله معينه، او الاوريترز مثلا يطلعوا لتسهيل عمليه الصعود والهبوط بشكل اسرع. عندنا في الجزء اللي فوق دوت بعض الشابلز الصغيره شايفينها خلاص، وقت فيها شكل نيشز خلاص. وعندنا بقايا كولوبس بتيجان اسمها تيجان الكورنفيه، برضو بعض السكولرز قالوا ان هذا المكان كان مغطى بسقف او بدوم كده شكل قبة، لكن للأسف نتيجة طبعا العوامل المختلفة تهدمت هذه الايه القبة. لغاية كده مفهوم؟ نقولها تاني بالانجلش، تعالوا كده معايا. يبقى after entering from this place we found ourselves flanked by two mosaic pavement, this one and this one. The mosaic pavement or the mosaic decoration was commonly found in the Roman buildings, even theaters, houses, public baths, and so on. And here we can find they are used by two types of tessera, or two colors of tessera, black and white color, forming different geometrical shapes. يعني ايه geometrical shapes؟ أشكال هندسية. Forming geometrical shapes. The two mosaic pavements were probably part of two reception halls used for welcoming the audience. يعني used for welcoming the audience. الاستقبال الزوار. تمام. And we can find here one of the capitals bearing the shape of the cross inside a circle. And as we said before, the shape of the cross was used as an official
sign for any official building during the Byzantine period after the spread of the Christianity and being the official religion of the empire. Okay, after that we have two bases of columns. As we said before, any column consists of how many parts? Three parts: base, shaft, and capital. Here we can find two bases. At this one we can find different Kufic inscription. Okay, wishing mercy for different deceased people during the Islamic cemetery, and this confirmed the usage of this place at an Islamic cemetery. We have layers of Islamic cemetery dating back to the 8th and 11th century AD. On the other side we have here a drawing for a person riding a chariot. يعني ايه chariot اللي هي العجلة. خلاص. And therefore some scholars believe that this place once was used for the different chariot racing. Okay, and on the other side here we can find a woman, a standing woman wearing a necklace with a cross. After that we enter the orchestra. Okay, the place which was used for playing different music or for the different political or philosophical discussions during the Byzantine period. We can find here the shape of the seats. Okay, and as we observe, you can discover or notice the existence of different letters, but they are unorganized. This confirms the rebuilding of this building during the Byzantine period. How many seats we have here? How many steps? 13 steps, but they were originally during the Roman period. How many steps? 16 steps. So the number of the steps increased or decreased during the Byzantine period? Decreased. And the number of the wall increased, well, decreased. Increased from one wall to two walls. All of these steps are made of marble, except the lower one is made of red granite in order to afford the high pressure, okay, of the other steps. Also, we can observe here the number of chapels and the traces of columns with Corinthian capitals. Some scholars also confirm the existence of a dome or some sort of ceiling covering this place, but it's now a collapse. Okay?